السلام عليكم طلابنا الاعزاء، اليوم وياكم المراجع المركزه الاولى للفصل الاول. هنا اركز عليك على وحدات المهمه، وحدات القياس. وحدات القياس اغلب الطلاب دا يصير خطا عنده بحلوله، رغم هو فاهم الماده ومضبط الماده لكن دا يخطا بالوحدات القياس. اريدك تضبط له هاي الوحدات القياس حتى انت بالنسبه لك حلك كله صح، لا تحتاج الحاسبه ولا تحتاج اي حلول اخرى، بس مجرد طبق المعلومات اللي اذكر لك اياها. عندنا السنتيمتر دائما نضرب لي ب 10 سالب 2. ال 10 سالب 2 اقصد عدد الاصفار هنا بالمناسبه. المليمتر هنا 10 سالب 3. النانومتر نضربه ب 10 سالب 9. والملي امبير 10 سالب 3 ذن مطالب بهن انت حضرتك. الارقام فيها فوارز، يعني كل ارقام موجوده تلقى بيها فوارز نحسب وياها عدد المراتب. شلون راح تحسبوا لي عدد المراتب؟ اقول لك تعال اوضح لك صوره بسيطه. امثله للتوضيح، مثلا منطيك 3.14. شلون راح تحسبها؟ باو عليه. هاي ال 3.14 دائما نزلك رقم احتيادي، تقول 314. شوف نزلته، ما اعرف ايش قد عدد الفوز تكون هنا. اجي احسب من الجهه اليمنى، من الجهه يا هي تاخذها اليمنى. وإيش قد عدد المراتب؟ 1 2. إذن أقول له في 10 ضلع سالب 2، بكل سهولة خلصنا منه. أنطاني أيضا 0.72%، ماكو مشكلة يا أخي. هذه إيش قد عدد المراتب؟ تنزل 72 أول مرة، الرقم أهم نقطة تنتبه عليه وتترك هسه الفارزة وراها. بس طلعت العدد 72، احسب لي ايش قد عدد المراتب الموجوده، طبعا هم 2 باوع سالب السالب دا يحكي. فرض هنا اجى هذا العدد كله منطيني اياه 125، جيب نزل لي اياه بدون فارزه، باوع بكل سهوله ايش قد عدد المراتب ورا الفارزه؟ طبعا 25. اذا مرتبتين 10 سالب 2. تلاحظ كل سهوله هذه بحاله السالب، احتمال تلقاها 10 سالب 3 عدد المراتب، احتمال 10 عندنا سالب 4، احتمال تصير بالسنتيمتر مربع راح ناخذه بالفصل الثاني راح نبهك عليه ايضا. الاعداد الصحيحه المهمه، دائما الطالب من يلقى اعداد 10 اس 1 هو 10، 10 اس 2 شوف عدد الاصفار هي 100، 10 اس 3 1000، 10 اس 4 10000 الى اخره. اذا هاي عدد المراتب الموجبه، يعني احتمال مو يعطيني بس 10، احتمال يعطيني 5000، يعطيني 4000، يعطيني 3000. زين، يعني هسه انا اذا انطيتك هنا 5000 فرضنا، هاي 5000، اقول لك شلون راح تحسب لي اعداد صحيحه؟ هاي تقول 5 في 10 اس 3، مثلا انطيتك 4000 باوع، راح تقول لي 4 في 10 اس 3، شوف شلون بدي احسب عدد المراتب تطلع نفسها قدامك. اذا هنا افتهمنا من الكلام وحدات القياس الاعداد الصحيحه راح تكون موجبه الاس مالها، بينما اذا عندك فوارز وعندي وحدات قياس سنتيمتر او مليمتر او نانومتر ايش نحسبها؟ نحسبها بالسالب. اتمنى وضح الكلام. انتقل وياك هسه للمثال الأول ونحاول نحله من الأمثلة الوزارية المهمة. يقول السؤال: بدأ محرك كهربائي دورانه من السكون. أول ما انتبهت على كلمة السكون، يعني بالمعلومات راح أذكرك بهاي المعلومات اللي ما أريدك تنساها. كلمة السكون يعني شنو؟ معناه ما بادي بأي حركة بعده، يعني السرعة الأولى أول ما تبدأ بالامتحان تكتبها لي صفر، لا تنساها. يقول: وبلغ سرعته الزاوية. شوف ايش طلب هسه النقطة 2، سرعة الزاوية. هنا الان يقصد بها عدد الدورات، باوع ان انطاني عدد الدورات ايش قد؟ 1200 ريف على 100، يعني دورة دقيقة اذكرك بها. اذا هاي مو الدورة والدقيقة، بعد مرور زمن. اذا الزمن هنا اللي انطاك اياه بالسؤال مو تجي تعوض به، هذا الزمن المعطى بالسؤال العشرة سكن. بعد ما مقدار تعجيله الزاوي؟ اول طلب منك طلب التعجيل الزاوي، اذا الطلب الاول التعجيل الزاوي. ازاحة الزاوية، طلب الثاني ازاحة الزاوية.
الطلب الثالث عدد الدورات. إذن هذا يريد منك عدد الدورات. إذن طلب من عندنا هاي المعلومات وإحنا ذكرنا لك إياها، وإن شاء الله راح أبدأ بالحل. شوف ابني، أول ما تبدأ بالحل W1 باوع مثل ما فهمتك يساوي لنا صفر. W2 اللي هو عندك القانون مالته N العام في 2 باي، يعني عدد الدورات على T. هنا أريد أنفك عليه، هنا كل واحد دقيقة يساوي لي 60 ثانية، يعني دائما الزمن 60 ثانية، مو تجيب لي العشرة وتخلي ليها هنا، هذا غلط. ليش؟ لأن هنا عندي عدد دورات سرعة الزاوية دا يحكي بيها، يعني يقول لك كل واحد دقيقة يساوي لك 60 ثانية. شلون راح أجي أحلك إياه؟ أقول لك هذا الـ W2 باوع، شلون راح أحلله؟ الـ N مالتك ايش قد؟ راح تقول لي 1200، ماشي. أقول لك هذا العدد صحيح؟ لو مو عدد صحيح باوع لي إياه زين، تقول لي استاذ عدد صحيح سوى، قلت لي هنا 5000 إلى 4000، مو راح نقدر نقول 12 في 10 أس 2. هسه تقول منين جبت العشرة أس 2؟ أقول لك عدد الأصفارة، مو قلنا هاي أعداد صحيحة؟ كل شيء نلقى هنا أعداد صحيحة لازم ننتبه عليها. أوكي اللي هنا بعد ذلك في، شوف 2 باي ما عندي أي مشكلة، الزمن هنا 60. ليه 60؟ قلنا كل واحد دقيقة تساوي لي 60 ثانية. نقدر نكتب 6 في 10 أس 1. شوف ما احتاجيه. هسه تقول زين هذا العشرة أس 1 منين جبته؟ قلت لك 60 ثانية، يعني هذا من يعطيني 60 أقدر أقول 6 في 10 أس 1. الصفر كم صفر عندك؟ 1. إذن هذا الأساس ثابت، خلي ببالكم. ليش؟ حتى تقدر هنا كطالب تختصر. شوف عملية الاختصار راح تكون سهلة جدا للطالب. طبعا يقدر يقول الستة ويا الاثناعش ايش قد بيها؟ طبعا راح اقول لك 2، وهنا الستة ايش قد بيها؟ طبعا بقى 1. هسه راح تقول W2 يساوي لنا باع بكل سهولة 2 في 2، اقول لك 4 باي في 10، شوف اس 2 وش بقى عندك بالمقام؟ 10 اس 1. إذن هنا لاحظت جدا ملاحظة سهلة، هنا العشرة أس واحد يقدر الطالب يصعده من المقام للبسط ويغير الإشارة الأس، مهمة جدا هذا الكلام. شوف بس الصعد لي فوق راح تقول يساوي 4 باي قاعد تنزل عندك، شوف في 10 جب واحد، هذا مو جب واحد. ليش؟ لأن هنا 2 ناقص 1، يعني هسه أنت إذا تريد تقول هاي 10 أس 2 والصعد من المقام للبسط لأس، مو راح نغير إشارة سالب 1، راح تقول إشارة للكبير ونطرح. إذن هنا راح يصير عندي المقدار 40 باوع باي. وحدة قياس سرعة الزاوية راح نقول لها راد على سكن. إذن أول معلومة حققت لك إياها الطلب هو السرعة الأولى والسرعة الثانية، حتى أقدر أطلع الطلب الأول هو التعجيل الزاوي. شوف هذا دائما وراهم. ليش وراهم؟ لأن هو اللي يطلع لك الحل. راح تقول W2 ناقص W1 على الزمن المعطى بالسؤال، هذا اللي يقصد به الزمن المعطى بالسؤال. هسه راح أختار الزمن هو 10. إذن هنا ينتبه للطالب شلون راح أختار له الزمن 10. إذن هنا التعجيل الزاوي، سرعة الزاوية الثانية إيش قد قيمتها طلعت عندنا؟ طبعاً 40 باي ناقص السرعة الأولى هي موجودة عندك بالسؤال صفر، على الزمن المعطى هو 10. هسا الطالب راح يطرح ال 40 ناقص صفر احتيادي، راح نقول له 40 باي كله على إيش قد؟ على 10. الصفر ويا الصفر تلاحظ ما بقى شيء، 4 باي. هاي 4 باي وحدة قياسنا هم أيضا هدانة تنتبه عليه، راد على سكن تربيع. هنا اللي أتمنى نلاحظ شلون أطلع الأسئلة، إيش محتاج الطلب الثاني من عندي؟ انتبه عليه، بس يطلب منك إزاحة الزاوية، عندك قانون واحد تركز لي بيه. إزاحة الزاوية الثيتا شي يساوي لنا؟ يساوي لنا سرعة الزاوية الأولى
في الزمن المعطى بالسؤال. شوف ما أقول لهذا أبو الزمن أبو الستين، أرجع على الزمن المعطى هسه منها بديت أنا أعوض بالعشرة زائد نصف في التعجيل الزاوي في سرعة الزاوية تربيع. إذن سرعة الزاوية الأولى صفر طبعا، الزمن المعطى عندك عشرة زائد نصف تعجيل الزاوية ايش قد طلع عندنا؟ أربعة باي، والزمن المعطى هو عشرة تربيع. شوف هسه راح يكون الحل الأمثل والأسهل لك. نكمل الحل مالنا، العشرة في صفر راح يعطينا صفر، بقى النصف، النصف اثنين ويا الأربعة بها اثنين، ربع العشرة ايش قد؟ مية، مية في اثنين ميتين باي، إذن الجواب مالتنا ميتين باي. الثيتا بيش تقاس؟ طبعا بالراد زاوية. شوف الحل إن شاء الله سهل ودا يوضح خطوة بخطوة وعلى كيف وياك. بقى عندنا جواب الأخير، هو الطلب الأخير، من طلب منك عدد الدورات. عدد الدورات شنو قانون عدد الدورات؟ راح تقول لي الثيتا على 2 باي. شوف هاي الثيتا، الطالب من يريد يحل السؤال أتمنى يلاحظ المعلومة. هنا عدد الدورات راح نلاحظ الثيتا مالتنا ايش قد طلعت؟ اقول لك 200 باي. هاي ال 200 باي على 2 باي، شوف راح تختصر الباي ويا الباي، والثنين تقسيم الثنين طبعا بها واحد، والصفرين يصعدن فوق، اذا عدد الدورات راح يساوي لنا 100 ريف. هنا اتمنى وضح السؤال بالنسبه لك، السؤال الاول المهم، وانتقل وياك الى السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول عجله نصف قطرها 40 سنتيمتر تدور حول محور ثابت وتتزايد سرعتها بانتظام من السكون. انتبه علي، العجله منطيك نصف القطر 40 سنتيمتر تدور بانتظام او تتزايد سرعتها بانتظام من السكون، اذا W1 صفر. الان منطينيها هنا تصل الى 600 دورة بالدقيقة في زمن 20 ثانية. انتبه عليه، اوجد يريد التعجيل الزاوي، ايضا التعجيل المماسي الطلبة من عندنا للسؤال. باوع هنا شو راح اطلع لك الحل؟ راح اجي مثل ما علمتك المعلومات حتى تضبطها بصورة صحيحة. أولا العجلة نصف قطرها الآر إيش قد منطيك يا؟ 40 سنتيمتر. شوف هنا الأربعين سنتيمتر راح يخطأ به الطالب. أقول له من تريد تبدأ بتحويل، أول ما تجي تنزل الأربعين كأنما رقم عادي، عدد صحيح، تتذكر كلامي، مو تجي رأسا تبدأ بتحويل، لا، تحول لأول خطوة السنتيمتر. راح تقول باوع في عشرة سالب اثنين، ليش؟ هسه قلت لك اياها كل سنتيمتر اول ما تبدا تحول لي اياها. شوف هنا الطالب ممكن يختصر المعلومه، هذا موجب الصفر، هذا مو موجب، يعني هسه انا اذا اقول اربعه في عشره اس واحد موجب الاربعين، الصفر ممكن احذفه ويا هذا السالب. ايش بقى عندي بالجواب؟ اربعه في عشره سالب واحد. شوف بكل سهولة حولت من سنتيمتر للمتر، وحولت وحدة القياس، وهذا جواب الجديد. ها شوف بالمعلومات، هسه راح اجي اطبق السؤال احله واقول لك انتهى الحل. بعد ايش طلب من عندك بالسؤال ايضا؟ قال لك بدءا من السكون، يعني W1 صفر. بعد شنو اللي عندنا بالسؤال؟ يقول تصل الى 600 دورة بالدقيقة، يعني عدد الدورات اعطاك اياها السادي 600 RPM. اقول لك تعال شوف هنا 600 اقدر احولها؟ طبعا تقول 6 في 10 اس 2 طبعا، اذا الان انا حولتها بكل سهوله ايضا في زمن، الزمن تي 20 ثانيه. هسه تقول هذا اقدر احولها؟ تقدر تحولها وتقدر ما تحولها ايضا. هسه انا من اجي احل السؤال شو راح ابدا بطريقه الحل؟ اول ما علمتك الدبليو 1 ايش قد؟ صفر. ليش اختاريت الدبليو 1؟ لأن طالب منك تعجيل زاوي، وهذا هو أول بداية حلك. الـ W2 راح تكون عندنا N في
في 2 باي على تي مثل ما علمتك. هذا مو تجي تعوضه بعشرين، هذا 60 دائما ثابت، كل واحد دقيقة ركز عليه يساوي لك 60 ثانية. إذن راح نقول له W2 الآن مالتك إيش قد؟ 600 صار 6 في 10 شوف والستمية يعني هاي 600 اختصرتها. منين جبتها؟ هذا جوابك الجديد. باوع في 2 باي، هذا 2 باي كل على الزمن إيش قد؟ 60، يعني نقدر نقول 6 في 10 أس 1 هذا 60. شوف هسه اختصر الحل وبكل سهولة لك. الستة ويا الستة راحت، ايش قد بقى عندك؟ طبعا الاثنين. راح نقول له W2 يساوي لنا هنا ايش قد؟ 10 أس 2 بقت في 2 باي قدامك على مود باو عليها في 10 أس 1. ايش علمتك هذا ال 10 أس 1؟ يصعد من المقام للبص ويغير الإشارة. يعني راح شي يصير الجواب؟ أقول لك 2 باي في 10، العشرة هذا بيصير سالب هنا أس 1. أضرب لي 10 أس 1 في 2 يعني صفر فوقها 1، 20 باي. وحدة قياسك راد على سكن. وضحت الصورة هسه بالحل. شي يريد من يمك؟ التعجيل الزاوي. إذا جيد، هذا التعجيل الزاوي هو عبارة عن W2 ناقص W1 يعني السرعة الثانية ناقص السرعة الأولى على الزمن. بس يا زمن المعطى بالسؤال، راح أكمل هنا وياك. شوف هنا راح انتقل وياك للجهة الأخرى. التعجيل الزاوي راح يطلع عندك الناتج، نقول له 20 باي هاي السرعة الزاوية الثانية ناقص السرعة الزاوية الأولى إيش قد هي؟ صفر، كله على الزمن المعطى بالسؤال هو العشرين. هنا تقول 20 ناقص صفر، راح تقول لي هنا 20 باي على 20. شوف هسه هاي العشرين ويا العشرين تروح، اذا التعجيل الزاوي راح يصير عندك ايش قد قيمته؟ عندنا بس باي، وحده قياسه راد على سكن تربيع. هنا ان شاء الله بالنسبه لنا كملنا الجزء الاول هو قيمه الاي. ناخذ التعجيل المماسي اخر خطوه، فرع بي اطلبه من عندك. التعجيل المماسي هنا انبهك على معلومه، الاي يساوي لنا او الاي تي تي تكتبه بكيفك، يساوي التعجيل الزاوي في نصف القطر. هذا قانون حفظه. التعجيل الزاوي ايش طلع عده؟ طبعا بس باي في نصف القطر. اجي هنا ايش قد بنطيك يا باوع؟ مسوينا احنا 4 في 10 سالب 1. انتبه علي هنا الباي اللي اقصد به النسبة الثابتة، مو الباي بالرياضية، لا هنا دحش به كنسبة الثابتة. ايش قد النسبة الثابتة؟ راح اقول لك النسبة الثابتة 3.14، احفظها، نين طبيعيات وليس رياضيات. راح تقول 3.14 في 4 في 10 سالب 1. أقول لك باوع كم مرتبة هنا عدد المراتب؟ احسب لي. راح نزل 314، تقول في 10 سالب 2 هذه عدد المراتب سالب 2 في 4 شوف في 10 سالب 1. ما أبسط منها ما يمكن. تجي عملية ضرب احتيادية، العشرة هنا عندك أول ما تتخلص هاي الإشارات من شابها، نزل لي إشارة 2 وواحد ثلاثة، يعني عند الضرب تجمع الأسس منتهين من عتها. هسه من تجي 4 في 4 راح تقول 6 باليد واحد، 4 في 1 4 1 5، 4 في 3 طبعا 12. لاحظت هسه 4 في 4 6 باليد واحد، هنا 4 في 1 4 1 5 و 4 في 3 12. هسه تقول استاذ هنا انتهى الحل؟ اقول لك لا، اتعلم شلون ترجع هاي المراتب الاصفاره الثلاثه حتى تكمل حلك. نزل لي العدد 1256. هنا شلون راح اعلمك ترجع عدد المراتب؟ من ترجع عدد المراتب انتبه علي، كم مرتبه هنا؟ كم صفر فوق؟ ثلاثه. اذا راح ابدي من اليمنى، اقول 1 2 3، هاي الفارزه تلاحظها
كلش واضحة. هنا بيش تقاس وحدة القياس التعجيل المركزي متر، شوف، على ثانية تربيع، لين تعجيل مركزي اللي هي التعجيل المماسي. إن شاء الله ألتقي وياكم بالمراجعة المركزة للفصل الثاني بإذن الله تعالى، وأتمنى لكم الموفقية والنجاح.